السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة صحفية جديدة مع صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتب في الصحف المحلية والعربية والدولية. نبدأ مشاهدينا الكرام من صحيفة البصائر ونقرأ منها مقالا بعنوان ملفات منسية في القضية العراقية للكاتب جهاد بشير. يقول فيه: الملفات المنسية في القضية العراقية كثيرة إلى الحد الذي لا يوجد الإحصاء نفعا للدلالة على حجم المأساة التي طوقت العراقيين، ولا سيما أولئك الذين غيبوا أو قتلوا وانتهكت حقوقهم وحقوق ذويهم على مدى عقدين من الزمن بدوافع طائفية تتبناها السلطات الحكومية وأذرعها من أجهزة الأمن والميليشيات، في ظل قوانين تصاغ بناء على هذه الدوافع في بعض الأحيان، وفي الأحيان الأكثر حضورا في هذه القضية تكون خارج أطر الإنسانية برمتها. المنظمات ذات الاهتمام بحقوق الإنسان اتفقت جميعها على أن حقوق الإنسان في العراق بعد احتلاله مغيبة إلى مستوى لا يجد السائل عنها جوابا مهما بلغت أهميته وعلو مركزه في هذا الميدان. أما بعثة الأمم المتحدة التي توشك أن تودع حظيرة العملية السياسية بعد سنوات طويلة قضتها على تعاقب مسؤوليها موغلة في شهادة الزور والانحياز المفتوح لصالح النظام السياسي، فهي في طليعة من يتحمل المسؤوليات القانونية والأخلاقية والتاريخية. وخلف كواليس هذا المشهد تتكدس ملفات منسية في مقدمتها المغيبون والمختفون قسرياً. ملف المغيبين طائفياً في العراق هو الأخطر في المشهد، فمن ناحية ترفض السلطات العراقية إجراء إحصاءات دقيقة بشأنهم، وبالتالي انعدام قاعدة للبيانات التي توثق حقوق الضحايا وأهليهم، ومن ناحية أخرى يحظى الجناة بالإفلات من العقاب على الرغم من معرفتهم وثبوت تورطهم في جرائم التغييب الموثقة أحياناً بالصوت والصورة، والمعني بذلك الميليشيات الطائفية التي تبذل وسعها في الإغال في هذا النوع من الجرائم كونها تأتي في سياق مشروع التغيير الديموغرافي الذي ترعاه إيران. ونطالع مشاهدينا في صحيفة المدى مقالا بعنوان في الكوميديا العراقية للكاتب علي حسين. جاء فيه: ما نفع الكتابة عن بلاد يريد لها ساستها أن تسير من سيء إلى أسوأ؟ ولأنني مثل كثيرين من العاملين في مهنة المتاعب أدرك جيداً أن الإعلام الحر والحقيقي يمثل هاجساً مقلقاً لأي مسؤول حتى لو كان نزيهاً، فما بالك ونحن نعيش وسط طبقة مسؤولة ترى أن النزاهة والكفاءة أمور لا تنفع في إدارة مؤسسات الدولة، وبالتالي فمن المنطقي ألا يبالوا بما نكتب، فهم يطبقون مقولة ميكافيلي الشهيرة: التاريخ علمنا أن الحاكم يصل إلى السلطة على أكتاف البسطاء والباحثين عن فرصة للعيش. بالمقابل وللأسف هناك قطاعات مسلوبة الإرادة تتعلق بذيل المستبد بخطاباته وأناشيده الطائفية. ويضيف الكاتب: وماذا يفعل كاتب مثلي؟ للبعض ممن يجبرهم غياب الشحن الطائفي على التعلق بأذيال مسؤول فاشل والدفاع عن نائبة تعتقد أن مجلس النواب هو مجرد سوق هرج. وماذا يفعل كاتب أو صاحب رأي وهو يرى أن بعضهم لا يريد للعراق أن يعبر إلى واحة الأمان ويصرون على أن يعيش العراقي وهو يشعر بالخوف؟ لقد أصرت القوى السياسية أن تقول للمواطن العراقي بعد عام 2003: ارفع رأسك يا عراقي، فقد مضى عهد الاستبداد. وأظن أنه بعد 20 عاماً وجدنا من يطالبنا أن نخفض قاماتنا، فنحن نعيش في بلاد يتحكم بها شيوخ العشائر وجماعات ترى أنها صاحبة النهي والأمر. وكان يكفي معظم مسؤولين أن يتطلعوا من نوافذ سياراتهم ليروا أن العراقيين يقولون لهم إنهم لم يعودوا يتحملون التجارب الفاشلة والفاسدة.
إلى صحيفة طريق الشعب التي نشرت مقالا بعنوان لنواجه معا مخاطر الكارثة البيئية. تحدثت فيه الصحيفة عن الوضع البيئي للعراق وجاء فيه إن عناصر الحياة ومصادرها الأساس من هواء وماء وتربة وغيرها يسممها التلوث واسع النطاق وغير المسبوق، ويحولها إلى مصادر الأمراض والأوبئة الفتاكة والتشوهات الولادية، وإلى عوامل أساس في تردي جودة الحياة وتدهور ظروف العيش. وتظهر المعلومات أن التلوث الناجم عن انبعاثات عوادم السيارات ومولدات الكهرباء ومحطات الطاقة الكبرى والمنشآت النفطية والمعامل وعدم معالجة مياه الصرف الصحي يتفاقم بالطراد، وأن تأثيره يتضاعف بفعل التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة، وهو ما يؤدي بالنتيجة إلى الجفاف والتصحر. الأمر الأخطر على البيئة هنا هو أن هذه التطورات المثيرة للقلق لا تقابلها إجراءات حكومية مناسبة توقفها وتبدد مخاطرها، فلا رقابة فعالة على مصادر تلوث المياه والهواء، أو تنفيذا حازما للتشريعات التي تضع حدا للملوثات، ولا إدامة لمحطات معالجة مياه المجاري، ولا تحديث وصيانة للمنشآت والمصافي النفطية ومراقبة لانبعاثاتها الغازية، ولا تنظيم لعملية استيراد السيارات ومراقبة لانبعاثات عوادمها الضارة، ولا اهتمام بحسم قضية الكهرباء والخلاص من المولدات الأهلية. يحدث هذا مع وجود استراتيجية للحد من التلوث البيئي حتى عام 2030، لكنها وللأسف الشديد غير مفعلة، بل هي أقرب إلى حبر على ورق. ويحدث هذا ولدينا حتى وزارة بيئة، لكنها للأسف البالغ وزارة مهملة غير سيادية، وزارة رقابة وبحوث لا وزارة قرار وتنفيذ، مجردة من الصلاحيات عمليا، وتعيش على فتات من التخصيصات المالية لميزانيات الدولة السنوية. لهذا يواجه بلدنا كارثة بيئية لا تبقي ولا تذر، بل هو اليوم في قلب هذه الكارثة يصارعها، وهو أعزل تماما من كل سلاح. إلى صحيفة العربية الجديدة التي نشرت مقالا بعنوان في استعصاء الوضع العربي للكاتب أسامة أبو رشيد، جاء فيه في التحليل السياسي ثمة خمسة أنواع من الأسئلة التجريبية أو الاستقصائية التي يمكن الإجابة عنها عبر المعلومات والمعطيات والملاحظة والتجربة والخبرة، مثل هل يؤدي ارتفاع الحد الأدنى للأجور إلى ارتفاع معدلات بطالة الشباب؟ والأسئلة المعيارية التي لا يمكن الإجابة عنها إلا من خلال النقاش الفلسفي والاستدلال المنطقي والاستنتاج الموضوعي، مثل هل المجتمعات الحرة أكثر تقدما؟ وأخشى أن يكون واقع البؤس العربي وكيفية الخروج منه قد دس نفسه في الأسئلة غير القابلة للإجابة. هذه ليست دعوة لليأس والإحباط، لكنها توصيف لحال كئيب لا يمكن لنا أن نتجاهل حقيقته بدعاوى أمل زائفة، إذ إن الأمل يطلب ويصنع صناعة ولا ينجز بالرغبات والتمنيات. وهنا بيت القصيد: ولا يعني ما سبق أنه لا توجد مشاريع جادة وجهود مخلصة وحثيثة لتقديم إجابات وحلول للتحديات البنيوية والوجودية التي نواجهها، غير أنها مهشمة ومحاربة. وهكذا فإن واقعنا يشهد على أن ثمة عجزاً ذاتياً في الإرادة وغياباً للرؤية والاستراتيجية، فيكفي أن تلقي نظرة على الواقع العربي لتدرك مكامن الخلل والحجم الفادح للأضرار المترتبة عليها. ويضيف الكاتب: إننا نبدو كمن يصر على أن نتذيل الأمم، فالأمل ليس مسألة إيمانية يقينية فحسب، ولا هو مجرد شعار رنان وفكر جذابة، بل إن تحقيقه يتطلب رؤية واعية واستراتيجية شاملة وخططا مدروسة وجهدا مستبصرا وحثيثا وتضحيات جساما، بمعنى أنه يصنع صناعة ولا يشترى جاهزا ومعلبا. بغير ذلك إن لم نستوعب حجم التحدي الذي نحن بصدده وطبيعة الاستجابة المطلوبة، حينها ليس لنا إلا أن نقول: ليس لها من دون الله كاشفة.
هذه انتقال مشاهدينا إلى موقع عربي 21، نقرأ فيه مقالا بعنوان تحول جذري للذكاء الاصطناعي للكاتب ألطاف موتي. قال فيه: لم يعد دمج الذكاء الاصطناعي في النسيج الاجتماعي والاقتصادي العالمي احتمالا بعيدا، وإنما أصبح حقيقة متسارعة. فها هو عام 2024 يمثل لحظة فاصلة تعيد القوة التحويلية للذكاء الاصطناعي تشكيل الصناعات والاقتصادات وطبيعة العمل نفسه. إن هذه الثورة التكنولوجية لا تعمل على تعزيز القدرات البشرية فحسب، وإنما تعمل أيضا على إعادة تعريف كيفية عيشنا وعملنا، وهو ما يخلق فرصا غير مسبوقة وتحديات معقدة تتطلب اهتمامنا. إن التأثير الأكثر وضوحاً ومباشرةً للذكاء الاصطناعي هو تسريع الأتمتة، وتشير أحدث الأبحاث التي أجرتها شركة ماكنزي آند كومباني إلى أن ما يقرب من نصف جميع أنشطة العمل يمكن أتمتتها باستخدام التقنيات الحالية. ولا يقتصر الأمر على الوظائف اليدوية، فالمهن الأخرى مثل القانون والطب والتمويل تشهد كذلك موجة من التغييرات الناجمة عن الذكاء الاصطناعي. وأصبحت الخوارزميات الآن قادرة على صياغة المستندات القانونية وتشخيص الأمراض وإدارة المحافظ المالية، وهي مهام كان يعتقد في السابق أنها مجال حصري للمهنيين المدربين تدريباً عالياً. في حين أن بعض الأدوار معرضة للخطر بلا شك، فإن الذكاء الاصطناعي يخلق في الوقت نفسه مسارات مهنية جديدة في مجالات مثل علم البيانات وهندسة التعلم الآلي وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي. ويتوقع تقرير مستقبل الوظائف لعام 2023 أن الذكاء الاصطناعي سيخلق 97 مليون وظيفة جديدة بحلول عام 2025، وهو ما يتجاوز 85 مليون وظيفة من المتوقع أن يحل محلها. بالإضافة إلى ذلك، يعمل الذكاء الاصطناعي على تعزيز الأدوار الحالية، مما يسمح للعمال بالتركيز على المهام ذات المستوى الأعلى والتي تتطلب مهارات بشرية فريدة مثل الإبداع والتفكير النقدي والذكاء العاطفي. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم غائبون لا صوت لهم، وبلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة. هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا حتى استغاث منهم تراب الرافدين. لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيد ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم. هذه وقفة قصيرة مشاهدينا مع الرسوم الكاريكاتيرية. نشرت وكالة الأناضول خبراً بالصور عن استمرار أزمة الوقود الناجمة عن الحصار المشدد الذي تفرضه قوات الاحتلال على جميع مناطق غزة. إذ حول فلسطينيون الدراجات الهوائية حولوها إلى وسيلة مواصلات رئيسة بدلاً عن المركبات التي توقف معظمها عن العمل،
منذ بدء الحرب المدمرة والشهر التاسع، إذ يعاني أو تعاني مناطق غزة المختلفة شحا شديدا في الوقود، وهو ما أثر في عمل خط المواصلات العامة. وقد استبدل المواطنون في السابق العربات بالمواصلات العامة التي تجرها الحيوانات، ولكونها وسيلة نقل بطيئة جدا فقد لجؤوا إلى استخدام الدراجات الهوائية التي تمكنهم من الوصول إلى الأماكن التي يريدون الانتقال إليها في مدة زمنية أقل من تلك التي تستغرقها التنقل بالعربات التي تجرها الحيوانات. ونتابع الآن المقطع المصور الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. مخلفات الاحتلال، هذول لما انسحبوا اليهود من أراضينا من خان يونس، رحنا ولقيناهم جمعناهم على اساس نبيعهم للناس حطب، انه من قطعه الغاز، يعني جمعنا صناديق اكثر من صندوق، 600 صندوق مش قليل، من كل المربعات، كل مربع نمرق فيه نلاقي فيه صناديق، وجمعناهم وجبناهم نكسرهم يعني نبيعهم حطب للناس من قطعه الغاز. طيب ايش نسوي؟ فيش حطب، نزلوا كل الاحراش اللي عندنا، قطعوهم وباعوهم من القله يا عم، والله من القله. والله الابواب هاي حلوق ابواب طور يا رجل، الناس ده نقصها، وهاي ببيعونا اياها، هذا من مخلفات الجيش يا عم، بنستعمله كوقيد، ناكل نشرب منهم يا عم. هذا الجيش هذا اللي فجر فيه دورنا هذا. وهي بنشتري بمصارينا يا عم، واليوم الكيلو غاز حقه 100 شيكل، وبدك مليون ونص عشان نجيبه. في نهاية جولتنا الصحفية مع صدى الأقلام، تقبلوا تحيتنا مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.